صباح الخير يا أغلى 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 وأحلى ورود عندي، يا أغلى متتبعات. ثم هما هاد الوريدات اللي عندي كنشوفهم دابا، ربي يخليكم ليا ولهلا يخطيكم عليا. كي صبحتوا؟ هذا هو الصباح ديال البادية كيف ما كنشاركوا معاكم. الجو غزال، كيف ما صبحت عليكم بهاد الورود بغيت حياتكم كاملة تكون إن شاء الله ورود فورود. هانتوما الصباح في البادية كي كيكون كيحمق، الجو غزال. هذه الساعة 7 الصباح، نضرب معاكم دويرة، راه تا من بعد إن شاء الله غنمشيو الرافينة عندي هذاك تما. يلا زيد نديكم دابا تما، كاين الدجاج وكاين الحجل وقيلة والمعرفة شنو كاين. المهم صباح الخير، مالك باغي تلعب؟ لا مديرش صلابة. هانتوما هاد الدجاج، ما كاين ما احلى من صباح البادية، الجو غزال كيحمق. شفتو هانتوما، وهنا هذه هي العشه ديالهم، هانتوما العشه ديالهم. غادي نوري لكم واحد الحاجه، فين هذيك القله؟ راه هي تما كيبيض، تما كتلقى البيض البلدي. ما فين الطاووس؟ راه هي كتطلل، راهي مخبعة هي كتوس. صباح الخير، مالك مخبعة حشمانة؟ ها هي هانتوما وليدة، تراهم والطمس فينو؟ هادي هذا الدكر الناس وراها. هاد الدكار ما خصو يهز الريش ديالو باش تبان، الريش ديالو حنت مقزبين ومحيدينو ليه، اللي تيجي تينتف. هاي داك واحد العتوقة عندها 3 د وليدات معاها، 4 لا 3 كاينة 3. اها كانوا مسكين عندها 4 وجا شي طير وهزو، المهم داه واختطفو. مسكين هزو داه، والسيد اللي كاين هنا العساس اللي كاين هنا دارو هنا مسكين بحال اللي حماهم، دار لهم هاد الشبيكه هادي باش ساكن. هادو شجر ديال الزيتون، شي مازال صغير لانه مازال عاد تغرس، باقي مازال يشد فراسو. هانتوما حتى الكرياج بالشجر اللي دايرين، يعني مازال صغير مازال يكبر ان شاء الله. هذه الشجره ديال الرمان، ما كاين شجر ديال الرمان، هادي واحدة أخرى راه هي هادي الرابعة. عندكم تشوفوا عرفتي تغرس هنايا الربيع والنعناع، هالقصبور هالقرافص، هما هانتوما كيف ما كتشوفوا هاي كبره غزاله، فيها 3 هاي الثالثه شفتوها، هاي 2 وهذه الثالثه نقطعوها ونشوفوها. ها
رمانة رمانة وبرتال. فخليكم معايا ندخلوا نوجدوا الفطور، فطور عروبي ان شاء الله. ها هما ملويات سخيخنين، هذا هو الفطور ديالنا. اتاي شوية العسيلة، بيض مقلي، زبدة بلدية، شوية الكاشي. ضروري ضروري نجيبو شي لمسة من المدينة. وهالمحريشات سخيخنين كيحمقو. هانتوما في هاد الجو الرائع، الصباح كيحمق، هذه هي الحياة السعيدة. أنا سيقت الدار عاوتاني، ضروري نتسيق فيا واحد الفيس ديال التسييق يوميا. المهم غندير لكم اي جولة هيدا في الدار خفافية، وقبلوا عليا لان نتوما كتعرفوا الدار الباديه وما كيجيبهاش الواحد بزاف، وصافي يعني مشدوده مره كاين غير واحد العساس هنايا اللي مقابل مع الدخله. كاين هذا الصالون هنا، المهم مشمشه غزاله، ندير لكم دوره خفافيه. ممكن انا هاد التلفازه رفينا، كاين غير الباجاج وصافي. هذا بيت حتى هو الباركيت ولدي دائما تابعني. ضروري نديه معايا ضروري، باش كان مي كينعس فيه كنحس به راه هو ناعس، زعما بروتيجي بيسي، باش ندير معكم الخدمه ونشارك معكم الفلوغات. بون هذا حمام وفيه الدوش، فيه الدوش هنا، وهذه اللي نغسلوا فيها المهم لابابو، والكوزينه ضروري حنا كنجيبو الماء معانا. المهم قبلوا عليا، هذه هي الدار البيديه، ما تديوش على الروينه والباجاج، انا كنشارك معكم كل شيء. هادشي اللي عطى الله. هانتوما هذا هي الباب اللي وريته لكم في الفلوغ ديال البارح، هانتوما كتشوفوا صافي. والمونه اللي كنجيبوها معانا تي اللي كاينه هذيك، راه فين عندي الفاخر ضروري نجيب معايا الفحم. وهذه هي الدويره ديالنا صغيره حليلوه، هادشي اللي كاينه. يلا حنا خارجين واحد الخريجه خفافيه هنا، ندورو في هاد الجوايه. انا عنديكم معايا فين ما مشيت غتمشيو معايا. يلا خليكم معايا الكليبات ديالي. هادي سميتها جماعة الغنيميين، حنايا ساكنين قرابين من هنايا. المهم ماشي ساكنين، البلاصة اللي ساكنين جالسين فيها قريبة لهنايا. وصافي هذا واحد السوق قريب لينا بزاف، اذا احتاجنا خضيره ولا شي حاجه كنمشيو ليلو. ضربنا دوره خفافيه ورجعنا للدار باش نوجدوا الغداء ان شاء الله. وهذه هي الغديوه ديالنا، شويه ديال الكفته، شويه القطيبات، شويه الكبده، وها راجلي غيدير العطريه.
فكانت هذه اعزائي هي الغديوه ديالنا كيف ما كتلاحظوا، شويه كفته قطيبات مع شويه ديال الكبده كيف ما كتلاحظوا، بصحتكم وراحتكم. وفي العشيه اخوتي ملي برد الحال خرجنا جلسنا شي شويه برا، نتوما كيف ما كتلاحظوا يعني الجو بارد دابا، والجاردينيه جالس كيسقي في الغرس، فخليكم معايا نساليكم واحد شتيتو. هذا الخرشف هانتوما شوفوا الشيبه طبيعيه، شوفوا تبارك الله ما مداويه ما حتى حاجه غزال. عرفتي كي كتجيبيها التلقيمه كتحمق. هذه شو سميتها يا ربي الحبيب، المهم نسيت سميتها، غزاله غزاله غزاله. كنديروا بها اتاي السلميه، شوف طبيعيه طبيعية طبيعية. هانتوما ها الشيبة، ها أزير، راه حتى شي حاجة ما مداوية، كلشي طبيعي. شوفي الشجرة، شوف 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 تبارك الله، شوف شوف تبارك الله. بعد ما قطعنا واحد شوية ديال الشيبة مع شوية ديال السلمية تشهيت وندير فيهم أتاي، المهم درنا واحد بريرة أتاي وواحد شوية ديال القهوة، وبالصحة والراحة. وها الغروب كيف ما ديما، جو رائع رائع رائع، اكثر من رائع. تمنيتكم اعزائي اللي كنتوا معانا، والله تمنيتكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا المنظر غزال، كيحمق كيحمق كيحمق. وكان هذا هو النهار الثاني ديالنا في البادية في أحضان الطبيعة. كنتمنى هاد الفلوك يعجبكم، وكنشكركم بزاف على المتابعة والتتبع، ومرحبا بكل الناس اللي انضموا للقناة، مرحبا بكم وألف مرحبا. كنتمنى نكون خفيفة وظريفة على قلوبكم، وخليت لكم الراحة، تصبحون على ألف 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 خير. كنحمق عليكم، سلامة.